أحبائي، وصلنا إلى التدريب الرابع. لنقرأ معا. أملأ الفراغ على نمط المثال. جلس سالم على المقعد. أجلس سالم أخاه على المقعد. الآن في هذا التمرين سوف نقوم بتحويل الفعل الماضي الثلاثي إلى فعل مزيد بألف وهمزة في البداية. لننتبه معا. الجملة في اللغة العربية تتكون من ثلاثة كلمات: فعل وفاعل ومفعول به. كل فاعل يحتاج إلى مفعول به. الآن ننتبه إليها. جلس فعل ماضي مبني على الفتح. سالم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. والآن يجب أن ننتبه جيدا هنا إلى الضمة الثانية، هي ضمة للتنوين على حرف جر، والمقعد اسم مجرور. الآن ننتبه إلى الجملة، هذه الجملة أنجلت فيها مفعول به. الآن عندما أضفنا الهمزة على ألف إلى بداية الفعل الماضي الثلاثي أصبحت الجملة على النحو التالي: أجلس سالم أخاه على المقعد. الآن أصبح في هذه الجملة يوجد عندنا فعل وفاعل ومفعول به. إذا في هذه الجمل سنلاحظ تغيير عن الجملة الأولى، أنه أصبح عندنا مفعول به في هذه الجملة. الآن لنبدأ بالمثال الأول. علم أحمد أخبارا جديدة. ماذا تصبح علم عندما نضيف إليها الهمزة والألف؟ تصبح أعلم أحمد صديقه أخبارا جديدة. والمثال الثاني: نزل المطر من السماء. نزل تصبح أنزل. أنزل الله المطر من السماء. الآن بإمكانك أن تحل التمرين الأخير أو الجملة الأخيرة لوحدك. والآن ننظر إلى التمرين الخامس. في هذا التمرين أعزائي سوف نقوم بالتحويل من المذكر إلى المؤنث أو المؤنث إلى المذكر لنقرأ الجملة ونرى ما هو المطلوب من هذا التمرين. أضع كلمة الأب بدلا من الأم، وحمزة بدلا من سلمى، ثم أقرأ. إذا سوف نقوم الآن بتحويل الجملة من المؤنث إلى المذكر باستخدام بعض الكلمات. الآن الكلمات التي سوف نقوم بتحويلها هي، انتبه معي، سوف نقوم بتحويل كلمة الأم وسلمى، نستبدلها بكلمات أخرى، وتأكل ولاحظت. الآن تصبح الجملة على النحو التالي: لاحظت تصبح لاحظ الأب أن سلمى، سوف استبدلها باسم آخر يدل على المذكر وهو حمزة، أن حمزة لا، هل أستطيع أن أقول لاحظ الأب أن حمزة لا تأكل إلا البطاطا؟ أكيد لا، فذلك لا يجوز. إذا سوف نستخدم كلمة أخرى نستبدلها بكلمة تأكل تخص المذكر فتصبح يأكل. طبعا إلا البطاطا تبقى كما هي. الآن تصبح الجملة لنقرأها معا: لاحظ الأب أن حمزة لا يأكل إلا البطاطا. والآن أتوقع أنك تستطيع أن تحل هذه الجملة بنفسك على الكتاب. وصلنا الآن إلى التمرين السادس. هذا التمرين يخص ياء النسب، ولكن هذه المرة سوف تكون متصلة بالياء. الياء النسب سوف تكون متصلة بالتاء المربوطة، ويجب ألا ننسى أنها توضع على هذه التاء تنوين ضم. الآن لننظر بعض الأمثلة. إذا غذاء غذائية، غذائية.